السلام عليكم. الحرس الثوري الإيراني يرسل وحدات مدرعة وقوات خاصة إلى حدود العراق في تصعيد جديد. إن لم تكن مشتركا فالقناة في الشرك، وإذا كنت من المشتركين لا تنسى الإعجاب بهذا الفيديو. قررت إيران إرسال وحدات مدرعة وقوات خاصة إلى مناطق حدودية مع العراق المجاور بهدف منع تسلل الإرهابيين منه إلى أراضيها. وقال قائد القوة البرية في الحرس الثوري الإيراني الجنرال محمد باكوبر الجمعة إن بعض الوحدات المدرعة والقوات الخاصة التابعة للقوات البرية تتجه إلى محافظات الحدودية في غرب وشمال غرب البلاد وفقا لوكالة تسنيم الإيرانية. وأوضح دوافع هذه الخطوة قائلا: لإجراء الذي تقوم به القوات البرية للحرس الثوري يقوم على تعزيز الوحدة المتمركزة على حدود ومنع تسلل الجماعات الإرهابية التابعة للجماعات الانفصالية المتمركزة في إقليم شمال العراق. وكان القائد العسكري نصح يوم الثلاثاء سكان المناطق الواقعة على مقربة من المناطق المثاخمة لقواعد المجموعات الإرهابية بإخلائها حتى لا يصابون خلال العمليات الحرس الثوري. واستهدف الحرس الثوري مرتين منذ الأحد بالصواريخ والمسيرات المفخخة قواعد تابعة للمعارضة الإيرانية الكردية في كردستان العراق. وبررت طهران الخميس قصفها لمواقع تابعة للمجموعات الكردية في كردستان العراق، مؤكدة في رسالة إلى مجلس الأمن الدولي أن لا خيار آخر لديها لحماية نفسها من جماعات إرهابية. في الأخير، إذا كنتم من المهتمين بهذه النوعية من الأخبار لا تنسوا الاشتراك لتتواصلوا بالجديد، وشكرا.